السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثامن. طبعا وصلنا آخر إشي درس من رسالة عمانة، راح نستكمل الدرس. وحكينا عن إنه من رسالة عمان هاي بيان أصدرته المملكة الأردنية الهاشمية بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، كان هذا في 27 من شهر إيش؟ من شهر رمضان. طبعا حكينا إنه هاي الرسالة شو أهدافها، راح نبلش نكمل من عند وكرم الإسلام. خلينا نقرأ، طبعا احنا بنقرأ فقرة فقرة ونستخرج المعاني والأفكار معاي. وكرم الإسلام الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى معاملة الآخرين بالمثل، حث على التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقرر مبدأ العدالة في معاملة الآخرين وصيانة حقوقهم وعدم بخس الناس أشياءهم، إذ قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأوجب الإسلام احترام المواثيق والعهود والالتزام بما نصت عليه، وحرم الغدر والخيانة. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأعطى للحياة منزلتها السامية، فلا قتال لغير المقاتلين ولا اعتداء على المدنيين المسالمين وممتلكاتهم، أطفالا في أحضان أمهاتهم، وتلاميذ على مقاعد الدراسة، وشيوخا ونساء. والدين الإسلامي الحنيف قام على التوازن والاعتدال والتوسط والتيسير. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مثلما نؤكد الفهم الراسخ الذي لا يتزعزع بأن الإسلام دين أخلاقي الغايات والوسائل، يسعى لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، والدفاع عنه لا يكون إلا بوسائل أخلاقية، فالغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين. الآن طبعا هذه الفقرة اللي أنا قرأتها كلها بتتحدث عن أهم المبادئ التي يقوم عليها الدين الإسلامي. الآن أول مبدأ قام عليه الدين الإسلامي اللي هو تكريم الإنسان. الآن الإسلام كرم الإنسان وأعطاه حقه بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين، زي ما حكينا لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. إذا أول مبدأ اللي هو تكريم إيش؟ تكريم الإسلام للإنسان. الآن المبدأ الثاني اللي هو إيش؟ معاملة الآخرين بالمثل، يعني العدل بين الناس ومعاملة الآخرين إيش؟ بالمثل. فحث على التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس. الآن أنا لما أتسامح وأعفو، يعني بالرغم من أنه دعا إلى المعاملة بالمثل، إلا أنه شو الأفضل؟ الأفضل التسامح والعفو. حث على التسامح والعفو لهم بعبروا عن إيش؟ عن سمو النفس. الآن خلينا نكتب بعض الكلمات معنا كرمة. أعطاه حقه. سمو النفس بمعنى إيش؟ رفعة النفس. الآن طبعا أول إشي، أول مبدأ مبادئ الإسلام إنه تكريمه للإنسان وإعطاؤه لحقه. ثاني مبدأ إنه المعاملة بالمثل، والأفضل من هيك التسامح والعفو. ثالث مبدأ، قرر مبدأ العدالة في معاملة الآخرين، إنه العدل بين الناس. الآن مبدأ اللي هو مبدأ العدالة مهم، هو العدل بين الناس وصيانة حقوقهم وعدم بخس الناس أشياءهم، يعني إني أعدل بين الناس، أحفظ حقوقهم
وما أبخس أشياءهم. شو يعني عدم بخس الناس أشياءهم؟ يعني ما أقدر الأشياء بأقل من إيش؟ من قيمتها الحقيقية. زي قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هاي الآية تدعو إلى مبدأ العدالة. طيب الآن راح نتعرف على معنى صيانة حقوقهم، معنى صيانة حفظ. بخس الناس أشياءهم التقدير بأقل من القيمة الحقيقية. لا يجرمنكم معناها لا يحملنكم، شنآن اللي هم البغض والحقد، يعني لا تخلي حقدك وكرهك انه تدعوك الى عدم العدالة بين ايش؟ بين الناس. طبعا راح نشوف المبدأ البعدي: أوجب الإسلام احترام المواثيق والعهود والالتزام بما نصت عليه، وحرم الغدر والخيانة. لازم نحترم المواثيق والعهود، يعني الوفاء بالعهود وإيش وبالمواثيق، والابتعاد عن الغدر وعن إيش وعن الخيانة. طبعا هاي أهم المبادئ اللي بيقوم عليها الدين إيش الدين الإسلامي. وأعطى للحياة منزلتها السامية، فلا قتال لغير المقاتلين والاعتداء على المدنيين المسالمين وممتلكاتهم. طيب الآن أعطى الدين الإسلامي للحياة منزلتها وقيمتها السامية اللي هي إيش؟ الرفيعة. يعني إنه مثلا إحنا منقاتل، مثلا في ناس مثلا أبرياء ما لهم دخل في القتال، نهى عن إيذائهم. زي مين؟ غير المقاتلين، المدنيين المسالمين، ممتلكاتهم، البيوت، الناس اللي قاعدين ببيوتهم، الأطفال اللي في أحضان أمهاتهم هذول كمان، والنساء والشيوخ والتلاميذ اللي بيكونوا على مقاعد إيش؟ على مقاعد الدراسة. طيب إذا عندنا مبدأ احترام العهود، الابتعاد عن الغدر وإيش والخيانة، وفي مبدأ إيش؟ مبدأ الرحمة. خلينا نأخذ بعض الكلمات: لا تنقضوا الأيمان. ما معنى لا تنقضوا؟ لا تبطلوا بعد توكيدها. منزلتها السامية، حكينا السامية الرفيعة. خلينا نكمل، راح نشوف المبدأ البعدي: الدين الإسلامي الحنيف قام على التوازن والاعتدال والتوسط والتيسير. كنا بنعرف انه دين الاسلامي ديننا دين وسطيه واعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الدين الاسلامي دين يسر ودين تيسير، فهو يدعو دائما الى الوسطيه والاعتدال، يعني ما في مشقه على الناس. طيب الان معنى الحنيف، الدين الاسلامي الحنيف معنى المستقيم الذي لا عوج فيه. معنى أمة وسطة يعني أمة معتدلة، زي ما حكينا أمة وسطا يعني أمة معتدلة. مثلما نؤكد الفهم الراسخ الذي لا يتزعزع بأن الإسلام دين أخلاقي الغايات والوسائل. كمان راح نأكد على إشي اللي هو الفهم الراسخ الثابت، إنه الإسلام دائما دين يدعو للأخلاق، دائما ديننا الإسلامي بدعونا إلى الأخلاق، فإنه الغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين. يعني الآن الهدف ما بيخليك تتغير أو أنك تلغي هاي الأخلاق، فالغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين. طبعا ديننا الإسلامي دائما بسعى إلى الخير، أي إشي فيه سعادة للإنسان وفيه خير للإنسان يدعو إليه، سواء في الدنيا أو في الآخرة. طبعا الدفاع عن هذا الدين الإسلامي أيضا لازم يكون بوسائل وبطرق إيش؟ وبطرق أخلاقية. معنى الفهم الراسخ الثابت: طيب
خلينا ناخذ الفكره الاولى ونكمل، انه بعد احنا حطينا فكره واحده. الان الفكره الثانيه عن الفقره اللي قراناها، اللي هي شو تحدثت عن الفقران ايش، عن اهم المبادئ التي يقوم عليها الدين الاسلامي. اهم المبادئ التي يقوم عليها الاسلام. الآن راح نتحدث عن الإرهاب وعن المفهوم المعاصر للإرهاب، وإننا نستنكر دينيا وأخلاقيا المفهوم المعاصر للإرهابي. يعني عدم قبول، الاستنكار هو عدم إيش؟ عدم قبول. إحنا ما بنقبل المفهوم الملازم أو المتزامن مع إيش؟ مع الإرهاب. الآن الإرهاب هي ممارسات خاطئة، الآن الإرهاب ممارسات خاطئة تتمثل في التعدي على الإنسان. إرهاب ممارسات خاطئة، هاي الممارسات الخاطئة بتتمثل بإني أتعدي على الإنسان وعلى الحياة الإنسانية بصورة ظالمة باسم إيش؟ باسم الدين. يعني أنا بتعدى على الإنسان بمارس ممارسات خاطئة بس باسم إيش؟ باسم الدين الإسلامي. طبعا هاي مستنكرة، إنه الدين الإسلامي ما بيقبلها. معنى نستنكره، لا نقبل. المتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية، باغية بمعنى ظالمة. الآن هاي الممارسات ممكن إنها تروع الآمنين. الآن الناس الآمنين اللي قاعدين ببيوتهم ممكن تروعهم. ما معنى تروع؟ تفزع. وتعتدي على المدنيين المسالمين وتجهز على الجرحى وتقتل الأسرى. ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة. يعني بدك تقاوم الظلم، بدك تقاوم أي شيء، بدك تقر العدل، لازم تكون الوسائل مشروعة. يعني ما تتعدى على الحياة الناس المدنيين والمسالمين. وندعو الأمة للأخذ بأسباب المنعة والقوة لبناء الذات. الآن في الدين الإسلامي يدعو الأمة للأخذ بأسباب المنعة. شو يعني المنعة؟ هي القوة نفسها. لبناء الذات، بناء الذات يعني تطوير وتحسين الذات، والمحافظة على الحقوق، ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ. الآن هذا التطرف وهذا الظلم راح نشوف شو أضراره، شو عمل. كان له أضرار في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى، دمر بنى وحضارات شامخة، وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغرق الصدور. طول ما في عنا إحنا حقد وكره راح يصير إيش؟ راح الحضارة عنا تتدمر وتتهدم. الآن شجرة الحضارة، هون في عندي تصوير، في عندي صورة فنية، شبه الحضارة من شدة الحقد والكره اللي بين الناس انها راح تضعف مثل الشجرة اللي تذبل. اذا هاي الفكرة اتحدثت عن ايش؟ عن استنكار المفهوم المعاصر للارهاب. استنكار المفهوم المعاصر للإرهابي. رح نشوف إذا في كلمات كمان صعبة نكتب معناها. معنى تذوي بمعنى تضعف. نول الفقرة الأخيرة. إن هدي هذا الإسلام العظيم الذي نتشرف بالانتساب إليه. الآن هدي وطريق هذا الإسلام العظيم واضح. طبعا احنا نتشرف بالانتساب الى هذا الاسلام. راح نشوف ليش بدون الاسلام. يدعونا الى الانخراط والمشاركة في المجتمع الانساني المعاصر والاسهام في رقيه وتقدمه. دين الاسلامي بدعونا الى التعاون، وان احنا كنا نتساعد ونتشارك في رقي المجتمع وتقدمه، متعاونين مع كل قوى الخير والتعقل ومحبي العدل عند الشعوب كافة. لازم يكون ايش؟ رمزنا العدل،
دائما إبرازا أمينا لحقيقتنا وتعبيرا صادقا عن سلامة إيماننا وعقائدنا المبنية على دعوة الحق سبحانه وتعالى للتآلف والتقوى. التآلف يعني المحبة، عشان تصير بيننا إيش؟ بيننا محبة. وإلى أن نعمل على تجديد مشروعنا الحضاري القائم على هدي الديني، يعني إحنا بالتعاون وبالمشاركة وبالعدل وننسى الحقد والكره، راح نعمل على إيش؟ على تجديد المشروع الحضاري، وراح نعمل على رقي المجتمع وتقدمه. راح نأخذ آخر فكرة في هاي الفقرة، وهي الدعوة إلى الانخراط والمشاركة في رقي المجتمع. الدعوة إلى الانخراط والمشاركة في رقي المجتمع. طيب رح نأخذ بعض إيش؟ بعض القواعد النحوية بشكل سريع. خلينا نأخذ من عند ما قرأنا. الآن الضمير المتصل في لونه وجنسه ودينه، طبعا عند الهاء سواء كانت في لونه أو جنسه أو دينه هي ضمير متصل عائد على الإنسان. أنا راح أعربها طبعا بما أنها متصلة باسم. إحنا تعودنا يا تامن إنه الضمير لما يتصل بالاسم راح يكون إعرابه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إيش؟ مضاف إليه. طبعا الذي عندي هون اسم موصول. الآن الإسلام أصلها دعا الإسلام فيه، معناته أنا بعتبر الإسلام هنا إيش؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اللذين طبعا اسم من الأسماء الموصولة. في معاملة الآخرين، الآن شو رأيكم بإعراب الآخرين؟ شو راح يكون إعرابها؟ طبعا الهمزة فيها همزة إيش؟ همزة مد. الآخرين مضاف إليه مجرور، بما أنه جمع مذكر سالم راح يجر بإيش؟ تكون علامة جره بالحروف، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أوجب الإسلام احترامه. ماذا أوجب الإسلام احترامه؟ وقع عليها فعل الفاعل، معناته هي إيش؟ هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أعطى للحياة منزلتها السامية، طبعا لها ضمير متصل عائد على مين؟ على الحياة. الآن الضمير المتصل في أمهاتهم طبعا رح يكون عائد على مين؟ على المدنيين، رح أعرفه في محل جر مضاف إليه لأنه اتصل باسم أمهاتهم، ضمير متصل عائد على المدنيين، راح يكون في محل جر ايش؟ مضاف اليه لانه اتصل باسم. شيوخا ونساء طبعا اي اسم بعد حرف العطف راح اعتبره انا اسم الواو حرف عطف، ونساء اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، طبعا اسم المعطوف بتبع حركة اللي قبلي. والدين الإسلامي الحنيف قام على التوازن، طبعا حرف عطف أسماء معطوفة، مثل ما نؤكد الفهم الراسخة الذي لا يتزعزع. الآن لا، احنا قلنا في عندي لا نافية وعندي لا ناهية، هون أفادت معنى النفي، والدليل أنه فعل المضارع بعدها جاء مرفوعا لا يتزعزع، بما أنها لا نافية راح أعتبره فعل مضارع مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والدفاع عنه حكينا الضمير إذا اتصل باسم بكون في محل جر مضاف إليه. طب إذا اتصل بحرف جر شو راح يكون إعرابه؟ مثلما نؤكد الفهم الراسخ الذي لا يتزعزع بأن الإسلام دين أخلاقي الغايات والوسائل يسعى لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة والدفاع عنه. الآن الهاء ضمير متصل عائد على مين؟ على الإسلام. بما أنه مع حرف جر راح يكون في محل جر بحرف الجر. طبعا بوسائل الباء حرف جر، وسائل اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من ايش؟ من الصرف. واللي بعديها نعت مجرور وعلامة جره تنوين الكسر، وهذا اسم إشارة. ندعو الأمة. الآن نأخذ الفعل المضارع ندعو، طبعا لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن هو فعل مضارع مرفوع. بما أنه معتل الآخر لأنه انتهى بواو راح يعرب الحركات المقدرة. مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. ندعو نحن طبعا الفعل ضمير مصدر تقدير ونحن، والأمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإلى أن نعمل على تجديده. الآن أن نعمل طبعا أن حرف نصب، بما أنه سبق بحرف نصب راح يكون نعمل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعطيكم العافية أعزائي الطلاب. الحصة القادمة إن شاء الله راح نكمل. حضروا لي أسئلة الفهم والتحليل والتذوق الأدبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.